بارك الله فيك خويا فزوين. في الأركان تاع الحصة تاعنا عودنا الإخوة المستمعين على مجموعة من الأركان. يعني أنت واش الركن الأول على كل حال اللي تعودنا عليه؟ وهو الرأي ركن الرأي. نعم الرأي. يعني والله واش هو الرأي تاعك اللي حبيت تعطيه اليوم في كل اليوم لا اسمح لي سنوريح نفاجئك شويه باسكو كنا هضرنا بلي راح نديروا تحليل للمشاركه الجزائريه في العاب افريقيه تاع اكرا في غانا، ولكن انت درت حصه مع الضيف تاعك الكريم حفيظ الدراجي، ومن بعد جاتني في راسي كيما هكا تاع البومباردي اللي قال لك لا سلام لا كلام لا تحليل. اليوم الراي هو بعض الملاحظات على الحصه تاعك مع الاخ حفيظ الدراجي اذا سمحت. نعم ممكن. إيه سجلت بعض الملاحظات، انت تبعتها كاملة يعني. يا حي اكثر من هذا، اكثر من تبعت. اولا قبل ما نبدا ماذا بيا الشكر لك اولا للتفتح تاعك والفرصه اللي عطيت لنا باش نسمعوا شخصيات كما حفيظ الدراجي، وان شاء الله تكون شخصيات واطارات اخرى باش نستفادوا من الخبره تاعهم والتجربه نتاعهم. دونك اونكور اون فوا ميرسي ا توا. ثانيا ماذا بيا نشكر الضيف تاعك المحترم على الروح الرياضيه اللي عنده وتقبله للانتقاد وسماع الرأي الآخر بكل صراحة وبدون مجاملة حسب قوله. ولكن عندي جست كلكو بتيت رمارك في المجال تاع الرياضة. الملاحظة الأولى، أنت قدمت حفيظ الدراجي كخبير في الرياضة والسياسة، ماذا بيا نصحح إذا كان ممكن، حفيظ الدراجي مختص في الإعلام وعنده تجربة في الرياضة وما نعرفلوش تجربة في السياسة. تسكوني داكور أو با؟ إذا عندك حاجة أتفضل. أنا عندي إعلامي. لا أنا بالنسبة رياضي. أنا عندي رأي. أتفضل. أنت حفيظ الدراجي ماشي غريب عن ميدان السياسة، لأنه سبق له وأن كتب الكثير من المقالات فيما يخص عالم السياسة سواء داخل الوطن أو خارجه. كإعلامي نعم. لو كان جاء رئيس حزب نقوله سياسي، ولكن كإعلامي. ملاحظة ثانية، أنا كنت والله غير كنت متشوق ونستنى، جيت امباسيون، كنت استنى حوار يدور حول الفرضية الرياضية إلى اكتشف انطلاقا من تصريحات الرئيس تبون حول المؤامرة من داخل البلاد في مجال الرياضة. وإحنا في الحصص السابقة وضعنا أسماء على هذه الفرضية إلى اكتشفة. وبالنسبة لي حفيظ الدراجي على حسب المستوى تاعه والخبرة تاعه والتجربة تاعه كنت نستنى يجيبنا حاجة إضافية اللي ما نعرفوهاش. وإحنا في الفرضية بالنسبة لي أنا حفيظ الدراجي كان عنصر من عناصر الفرضية الرياضية اللي كنا تكلمنا عنها، لكن للأسف في الحصة تاعكم ما شفتش لا فالور اجوتي اللي كنت نسناها. جيت ان بو ديسو، كنت متشوق للحوار وفي انتظار معلومات أخرى جديدة اللي كنا ما نعرفهاش وما سمعناش بها، ولكن ما شفتش. والحوار اللي دار بيناتكم كان موضوع بالنسبه لي انا خارج عن النطاق اللي كنت ننتظر فيه انا، دونك سيتي بور موا اور سوجي بالنسبه للفرضيه الرياضيه بور بريسيزي. دونك ا بارتير دو لا، انطلاقا من هذا كي سمعت الحصه المره الاولى وجيت ان بو ديسي باسكو ما خديتش معلومات جديده، تساءلت جاني واحد السؤال، بيسك الفرضية والموضوع ما كانش، جاني واحد التساؤل، لماذا الدراجي قبل الدعوة ولأي هدف وما هو الغرض؟
للإجابة على هذا السؤال والله سمعت الحصة 4 مرات، والخامسة قمت بالتحليل العلمي على ما قلته قلتم في الحصة هذيك واش حضرتو، حتى الأسئلة تاع نعم أم لا قمت بالتحليل وعملت قراءة كمية وكيفية للمحتوى. نعطيك لو برينسيب سيتي دونك اون ليكتور سور لا باز دي زيدي ديفلوبي، القراءة على أساس الفكرة برك. النتيجة في المضمون الحصة تاعكم اللي تكلمتوا عليها يخرج شيفر 31% من المضمون يدور حول القدرات، الثقة في النفس، الطموح، الإرادة، الأمل، النجاح، التضحية، كل هذا يمثل 31% من المضمون الحوار. 21% الفكرة الدور حول الانتخابات، المسؤولية، القدرات الشخصية. 18% الفكرة الدور حول الناس اللي وصلوا، الظروف، الميزيريا، الناس الغلبة، يعني كانت ظروف موضوع بلوس اجتماعي بوكو بلوس سوسيال كوتشوز. 10% الإمكانيات في الجزائر، القدرات، المقاومات، الرجال، النساء، طبيعة، النية، الإرادة، الجغرافية والتاريخ. 10% 10% أخرى فكرة حول الجزائر، بلد حديث النشأة والاستقلال. باش تجيهم بعد في المرتبة السادسة السياسة الرياضية اللي تمثل 7%. الألعاب الأولمبية ذكرت مرة واحدة. ملخص تاع كل هذا الحوار اللي دار بيناتكم يتلخص في كلكمو: الثقة في النفس، الإرادة، والطموح في الرئاسيات. وفي الديسكور أنا نتفق معاه 100% فيما يخص محاربة السلطة للنجاح اللي طرق لها في الدقيقة 45، وقال محاربة النماذج حتى على المستوى السلطة، كاين أطراف تحارب النجاح لا تريد بروز كفاءات وشبان ويخافوا يدوا لهم بلاستهم. هذه جو سوي داكور 100%. والسؤال المطروح: من هم ممثلو السلطة في مجال الرياضة؟ أنا لي أنا الممثلون هي هم اللي هم في الجماعات الفرضية الرياضية. نعود نقولوا لها بما يخص الرياضة، أنت طرحت أسئلة كانت واضحة، قراءتها سهلة. مثلا على السؤال: هل وزير الرياضة عنده الحق أن يكون رئيس اللجنة الأولمبية؟ قال لك نعم، ولكن ننصحه يتخلى على واحد منهم. نجاوبك بلك سيفو، في القانون كاين الارتيكل 62 اللي يقول العكس. اسك عندك الارتيكل 62 سينوري؟ يقول est interdit de cumul entre la responsabilité exécutive et élective, الوظيفة التنفيذية والانتخابية au niveau national et local, au sein et entre les structures d'organisation et d'animation sportive, في الهيئات الرياضية. D'une part, et la responsabilité administrative au sein des institutions de l'État relevant du secteur chargé des sports qui confère aux concernés un pouvoir de décision. المادة 62 واضحة. وعندك قانون واحد آخر، نهار برناوي بعد ما كان وزير راح ترشح اللجنة الأولمبية. اسمح لي بفزوين قبل ما نصوتوا القانون هذاك الآخر، تفضل زيد شرح لنا هذه المادة 62 هذه. يعني المادة 62 تقول باللي ممنوع لو كوميل، يعني بالعربية لو كوميل تسمى
وظائف يعني وظائف وظائف تراكمية ولا كيف والله ما عرفت. تراكمية، بارك الله فيك. بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة الانتخابية، هو في اللجنة الأولمبية منتخب، في الوزارة سيت ان بوست اكزيكوتيف. يعني الواحد كيكون معين ما يقدرش، لازم ما يقدرش يكون في هيئة منتخبة. داير هذا الارتيكل هذا هو اللي كان يستعملوه باش يبعدوا كل اطارات الرياضه من القطاع، يعني يطبقوا على الاطارات الرياضيه ما يطبقوش على الوزير. هي انا في رايي حتى لو ما كانتش موجوده هذه الماده، هذه 62 في الكوميل في حد نفسه بين وظيفة وزير ورئيس اللجنة الأولمبية لا يصح، يعني أخلاقيا علاه منطقي منطقي لا يصح، ما عندكش الوقت، مسؤولية صعيبة كي تكون وزير، ما تقدرش تدير في الزوج، مستحيل. مثلا أنت وأنت عندك رئيس فيدرالية كرة الماء فوت عليك باش وصلت أنت وليت رئيس لجنة أولمبية، أنت اكتشفت باللي هذا رئيس فيدرالية كرة الماء عنده تجاوزات، تقدر انت كوزير تبعث له لجنة التحقيق وما تقدر طبعا تفوت عليك اعطاك صوته. إيه لا انا في القانون نقدر، ولكن في الميدان ما نديرهاش، لانه الصوت نديره في جيبي الانتخابات تاع اللجنة الأولمبية. هذا اللي حبيت نقوله. ولي عارضني انا بعث له المفتشية وندير له مشاكل اللي صار مع بعض الاتحاديات اللي راهم حتى اليوم هضرنا عليهم، قلنا راهم مدوهم العداله ونصفتهم العداله مالغري سا مازالهم ما سواوش الوضعيه. نعطيك اون انفورماسيون، البريزيدون دو لا فيدراسيون دي سبور سكولير عنده 3 ايام وقيله ولا 4 ايام عاود ولا المكان تاعو، ولكن عرقلوه قريب عام. حاجة مليحة، شكروا الوزراء، ولكن هذه المعاملات معاملات غير ماشي في المستوى. يعني السؤال المطروح لماذا تم توقيفه وكيفاش عاود رجعوه؟ شوف أنا نكون رئيس اتحادية، دونك عضو في اللجنة الأولمبية، عندي الحق باش نترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية. يا يكون عندي غرض ما باش نكون نلحق المنصب، يا نكون معارض. في هاد اللي كهدو الوزارة تبعت لك مفتشية ودير لك مشاكل يعني مثلا انا رئيس فيدرالية ورفضت نعطي صوتي مثلا للوزير، يبعث لي لجنة ويهبني. إيه بس المفتشية. يعني رئيس اللجنة الأولمبية لما يكون هو وزير عمره ما يقدر يفوتي ضده، ما يقدرش يفوتي ضده، ما يقدرش يفوتي. مستحيل. ولكن دوك شوف نعطيك مادة واحدة أخرى، المادة 3 واش تقول؟ كي تكون وزير اون بوست ولا اطار، هذا القانون طبقوه على برناوي بعد ما كان وزير ترشح اللجنه الاولمبيه، خرجوا له هذه الماده، اللجنه الاولمبيه بدات اللي خرجته له الماده واش تقول؟ دون المساس بحالات التنافي المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا يمكن ان يمارس شاغل المناصب والوظائف المذكورون في الماده الاولى اعلاه عند نهاية مهمتهم لأي سبب كان، ولمدة سنتين نشاطا استشاريا أو نشاطا مهنيا أيا كانت طبيعته. يعني كي تكون وزير ولا كادر كي تكمل راك عامين، ما تقدرش تدخل في أي جمعية يلو كان للاستشارة، عامين. دوك هذا حمد هو وزير، كي يكمل وزير يعود يولي اللجنة الأولمبية بأي سند قانوني.
يعني المادة الثالثة هذه تقول أنه الإنسان لما مثلا لازم يقعد عامين ما يشاركش في أي نشاط مهني أو أي جمعية، أي نشاط جمعوي اللي عنده علاقة مع العمل تاعك، حتى استشارة ولو استشارية من كونسلتاسيون، ما عندك الحق. إي بصح، كيفاش الإنسان ما يقدرش يشارك بعد عامين وهو راهو أصلا أثناء المنصب راهو هذا المشكل. هذا واش نقول لك باللي واش جاوب حفيد الدراجي غلط، اللي قال لك عنده الحق سينو. نزيد لك على حسب المادة الثالثة والمادة 62 62 ممنوع، ممنوع tu ne peux pas cumuler une fonction exécutive avec une fonction élective. نعم تفضل تفضل. ومن بعد نروح لك الاسئله الاخرين اللي كانت في الميدان الرياضه، هذوك اللي خصتونا انتم غير 7% هذيك، ولكن نجاوب عليها. مسح شوف يعني جابر تيالابو حفيد الدراجي، له مني كل احترام، انسان محترم عنده مستوى ونحترموه، ولكن على بالي نعرف بلي عنده روح رياضيه ويتقبل النقد. هذا النقد اون توت اميتي، ما كان لا حقد لا، ولكن يقول لك يكون الشأن العام ما كان لا احساس لا مجامله. دوك يسمح لنا الابوس في الاجوبه على ما يخص الرياضه. لو كان نسقسيك واش من اختصاص تمد حفيد الدراجي كرياضي، انت تقول لي كرة القدم، انا نقول لك لا لا، الاختصاص اللي نشوفه هنا في هذه الحصة هو التزحلق الفني على الجليد، عارف الباتيناج، لان الاجوبة كانت متزحلقة. نعطيك بعض الامثلة برك، انت سقسيتو اسكو وي او نو راك مع العهدة الثانية لتبون، ما قال لا إيه لا لا لا، قال لك لن أعارض. السؤال الآخر، اسكو عندك، هل عندك طموحات باش تترشح للرئاسيات، ما قال لا نعم لا لا، قال لك لما لا. سؤال آخر تري كلير، اسكو ils t'ont proposé le poste de ministre. هل طرحوا لك منصب وزير؟ نعم أم لا؟ الجواب لا أريد. يعني كل أجوبة ما كان لا لي لا إيه لا لا لا. الانتباه قال لك الوزير الشباب والرياضة ليكون وزير كرة القدم، يعني اللي يتدخل في كرة القدم يطير. داكور؟ متوافق معاه، لأنه لهذاك الوقت أنا عارف على من يهضر واش من الوقت اللي يهضر عليه. هذاك الوقت كي الوزير يروح يتدخل روحه في اتحادية الجزائرية لكرة القدم يطير. وعلاه؟ لان داخل داخل الاتحاديه كاين روروا وكاين صاحبو حفيد الدراجي، والقراءه سهله، الوزير طبعا يطير. في الاسئله بما يخص الشخصيات، التصور اللي طرحتهم له، انا كنت نستنى دائما معلومات اللي ما عندناش، يعني يعطيك حاجة يفيدنا بها بكلمة واحدة. هو قال لك حماد عاقل، الوزير الشباب والرياضة، صادي رئيس الاتحادية كرة القدم، صعب تحكم عليه في هذا الوقت. روروا قدم الكثير وحقرته شوية لأنه ما كتبتش عليه إيجابيا وقيل بالك مرة. نقول وي سي بوسيبل ما كتبش على روروا، مش حل من مرة كتب على معارضين روروا. حفيد الدراجي مثلا دار مقالات، مقال على زتشي وينتقد زتشي
وكانوا معارضين لفريق زتيو بالماضي، هذه معروفة. ولكن في الميدان زتشي دار ان موندا ريزولتا، جاب اون كوب دافريك، جاب نجمة زيادة للجزائر. والفريق تاع روراوا وصديقه حفيظ الدراجي 30 سنة ما جابوا حتى نجمة. هذا في الميدان. انا كنت نتمنى في هاد الاسماء يجاوب لي من ناحية الفرضية الرياضية اللي تكلمنا عليها. كي الحق البراف قال لك قلبه بيض. تو سا سي دي جوجمون دو لا بيرسون كي ما بورت ريان. المستمعين واش يستفادوا كي تقولوا حمد عاقل؟ ما كاش. الور في الحقيقة الجواب على حمد نقول لك مستحيل يقدر يجيب حاجة للقطاع. نعاود نقولها كما قلناها عدة مرات، ما راناش ننتقدوا في الشخص، ننتقدوا في المنصب. وزير مسؤولية كبيرة، حماد ما عندوش إمكانيات باش يسير جمعية حي، الله غالب ما عندوش. وعلاش تطلب منه أكثر؟ يقولك أنا ما نلوموش، بياسر ما نلوموش، أنا نلوم اللي حط حماد. وكل الناس اللي في المجال الرياضي عارفين بلي ما يقدر يجيب والو، مسكين الله غالب عاقل ويد فاميليال بهذا مكان، مي دون لا فونكسيون السيد عمرو ما خدم في حياته، ما سير والو، ما عنده اي خبره، زيرو. عطاو له ان ديبلوم تاع ايدوكاتور ماشي باسكو قرا، باسكو كان شامبيون والدوله الجزائريه كرماتو ولا ريكومبونسي، مي ميم بهذاك الدبلوم عمرو ما خدم، ما خدمش من بعد حتى في نادي. دوك ما يقدرش يجيب لي. صادي كان ماناجير، هو سماه ماناجير، سيتي لوم دو مان تاع راوراو كون فيو با. دونك واش من الخبره عنده باش يولي رئيس اتحاديه؟ ومن بعد نجاوب كيف ولا رئيس. في المؤامرة باش ما ندخلوش في التفاصيل، احنا الفرضية الرياضية واش قلنا؟ قلنا في 2015 مثلا، انا سنة 2015 انت كي سألتو هل روروا انتخب على الجزائر، وسألتو علاش الجزائر جابت 4 أصوات على 54، الجواب راح لك. هضرنا على بونغو باسكو بونغو تلاقى واكسترا ورشوه ولكن ما جاوبش اسكو راوراوا انتخب على الجزائر. والمعلومه الاخرى لازم تعرفها انه راوراوا انذاك هذاك الوقت كان نائب رئيس الاتحاد الافريقي. دونك يا فوطا الله يبارك يا ما فوطاش، قلنا باع الماتش، يعني باع الجزائر تباعت هذاك الوقت. أنا ليا سنة 2015 كانت سنة الخيانة دون توت سبلوندور. في المجال كرة القدم الجزائر ضيعت تنظيم الكرة البطولة كأس إفريقيا بهذا المشكل، هذا الماتش تباع والجزائريين ممثلين تاع الجزائر ما داروا حتى حاجة للجزائر. في نفس الوقت 2015 من جهة اللجنة الأولمبية وبراف اللي يقول قلب أبيض، هذاك الوقت كانت الجزائر عندها مشروع مشاركة الصحراء الغربية في ألعاب الإفريقية تاع برازافيل 2015. الرابور ندار من الأمباسادور دالجيري برازافيل، وراه كان إن كوبي في المينيستر دي سبور وكان إن كوبي في المينيستر دي زافير الفرنجير، وين les Algériens ont contré le projet algérien، éliminé la participation تاع الصحراء الغربية، وعطاو تنظيم الألعاب الإفريقية تاع 2019 للمغرب. هذا نقدروا نقولوا له بالتفاصيل وعلاش اكسترا، توت لي ريزون معروفين، ولكن هاد الناس ما جابوش للجزائر، داو من الجزائر. دونك حفيظ الدراجي كيقول على روراوا ويقول على براف قدموا الكثير، اسمح لي انا نظن بلي الجزائر قدمت الكثير للناس هادو وما لا ريكومبونس ما دات والو. في اللجنه الاولمبيه براف كل مسؤول في الرياضه اللي يكون ممثل الجزائر في الهيئه
الدولية تكسر من اللجنة الأولمبية الجزائرية بالمناف. نهار درواز عبد العزيز بن درواز نحييه بالمناسبة، ويدير ان بودكاست هاد ليامات يعرض دي كادر دو سبور المهمشين، ويدير اون ايميسيون تري انتريسون. دونك سولي كا لوكازيون يشوفها، اي اون بليس او ميم طون كو حنا دركا ويدير ليميسيون تاعو نشوفوها من بعد. درواز كان مرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد اللي كسروا ومد ساعد المصري، سيتي براف براف. لو كان ماشي المساعدة والناس اللي ما بيش كون يعاونوا مراه، المفروض هو متابع لي دوسيي دو ديتورنمون، لي دوسيي دو ديتورنمون دو لا سوليداريتي اولمبيك، لي دوسيي تاع التسيير، ما يقدرش يكون جاب الجزائر. هادو كاع اللي نهضروا عليهم هاد الناس كملوا ملياردير. دونك باش ما نتكلموش على الاشخاص، انا كنت نستنى يجيب لنا تاع في الفرق ديال الرياضيه اسكو يكونفيرم ولا لا فيرم، ويجيب لنا حاجه جديده ما شفناهاش. دونك ان شاء الله تكون فرصه واحده اخرى، ويسمح لي حفيد الدراجي سي اوكين اغير بونسي، نقول الاشياء بصراحه وكيما نحسهم ان شاء الله. ما نقيسوش ما كان حتى حاجه شخصيه. كنت حاب يقول لي، هو قال روى 30 سنه صديق، قال براف صديق، قال حماد نتكلم معاه نتحاور معاه سوفون دونك الى اون كونتاكت معاه، وقال صادي نصحو ونعيط له باش بول كوريجي الحكايه تاع ستاد. انا السؤال تري سامبل، اسكو حفيد الدراجي استقبلوا الوزير قبل الانتخابات تاع صادي في الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، نعم أم لا؟ وأنا الإجابة عندي. إذا كان أنت تحاور مع الوزير تنصح رئيس الاتحادية صديق روروا صديق براف، يعني الفرضية اللي كنا قلناها ودرنا أسماوات على الفرضية ودرنا حافظ الدراجي داخل المنظومة هذه، نظن ما خطأناش، لأنه حافظ الدراجي باش يكون في علمك كان في وقت ما مسؤول اتصال في الاتحادية وعضو المكتب، دونك عنده المسؤولية والنتيجة تاع الرياضة تاع كرة القدم تاع اليوم المسؤولية واضحة. دونك الفرضية ماذا بينا إذا كان ديزارغيومون باش يوريو لي كنا غلطين، مرحبا. عندك حاجه تقولها نوري ولا يعني اسمع فيك انا ما راك سكت كاع اسمع فيك يا اخو اضرب من حقك تهضر نزيد لك حاجه ليك انت زيد لي كمل عليا انا ثاني تيري عليا انا ثاني دونك اسمح لي انت روح والله